بقولك ايه؟ نعم. ما تيجي نروح شرم كده ندلع يومين؟ طب والله فكرة. ظبط الدنيا بقى كده، عايزين نروحوا البيت ناكلوا لقمة حلوة. ايه ده؟ هي مين دي؟ دي صاحبتي وانت امتي. امه. اشمعنى؟ ناوية تطلع معانا المصيف ان شاء الله ولا ايه؟ انت ما بتردش عليا ومش معبرني ليه وسايبني هاتي مع نفسي؟ طبعا، ما هي لو كانت منى اللي كانت معانا في اولى اعدادي في حصه العلوم اللي كنت بتكتب لها الورقه وتحدف عليها كان زمانك عبرتها. بقول لك ايه؟ مبدئيا كده اول حاجه تعملها لي تقفل لي تليفونك تماما، اعملي وضع طيران. حاضر، بس يعني هو انا هقفل التليفون ليه؟ من غير ليه؟ وتاخدنا انا وصاحبتي القمر دي وتطلع بينا على دهب او الساحل. دهب او الساحل؟ بس انا حبيبتي كان نفسي في شرم. شرم؟ انت بتكسر كلامي. بقول لك انا ماشيه، انا مش فاضيه لكم فاضيه اللعب العيال ده، انا ورايا 100 مليون انتيمه تانيه. بقول لك ايه، لا. اول ما تروحي تقولي لي كلتي ايه، شربتي ايه، اتكلمتوا في ايه، كل حاجه بتفاصيل التفاصيل. فهماني؟ حاضر. بتفاصيل ايه؟ التفاصيل. برافو عليك. طب لو دخل الحمام اديله التليفون معاه؟ او سيبيه عشان يراقبه من بره. هو البرنامج شغال؟ شغال زي الفل. خلي بالك من نفسك وتقولي لي دخل الحمام كام ساعه. حاضر. ايه ده؟ فهماني؟ ربنا معاك. ربنا معانا. ربنا معاك. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ نعم. شايف السور اللي هناك ده؟ مال. طب شد الحزام وتشاهدي. خد يا ولا نقول مراتك فين؟ مش هني؟ طب اقفل البقى الشبابيك واقفل الباب واعمل التلفون وضع طيران واسمعني من الواي فاي. انتمات مراتك دول لازما وحتما ولا بد يحبوك كده وبس، لا ويبقوا راضيين عنك ويدعوا لك والدعوه تكون من القلب مش من المرار. ربنا يكرمه يا رب يا رب. موضوع حماتك ده هي يا ولا موضه قديمه خلصت وبطلت من زمن الزمن من ايام حرب التفاف. النهارده انت مات مراتك هما اللي بيحددوا حياتك المستقبليه. بيعملوا ايه يا ستهم انت مات مراتي ده؟ هما تعالى يا ولا هنا فرح يا ولا هنقول لك كلمتين حطهم حلقه في ودن زي حالك ستهم. انت مات مراتك دول هما اللي بيحددوا مكان عيد ميلادك وهما اللي بيجيبوا هديه عيد الميلاد وهم اللي بيحددوا المكان اللي هيتعمل فيه العيد ميلاد. لا وايه، تيجي اخر النهار الواحده منهم لافحه شنطتها ولافحه البعل بتاعها في ايديها وجايه وكانها يعني متفاجئه وكانك انت يعني ايه ما يعرفوش حاجه. وهم يا ولده لو دورت في دفاترك والختمه الشريفه لا تلاقيهم، حتى النظرات كاتبينها سكريبت. دول اللي بيحددوا ميعاد الخناقه وامتى هتتخانق ومدة الخناقة ونوع السلاح بلك انت وطريقة الصلح. واللي يفرسك يا مؤمن انهم عندهم دعوة شهيرة ربنا يقدرنا على فعل الخير وهم بيجروا في الشر زي الكلبة بودن مدودي. خير مين يا حزينة انت وياه؟ يا ارض بو يا عشة من غير طيور. روحي انت وياه الهي تنضربي ضربة ساعة، حاكم يقطع وحاكم يشرح وحاكم يداوي. بالنسبة ليومياته مع أمك الغلباني وأختك المصونة، اوعى تفكر يا ولا إن قصف الجبهة دي جاي جهجهوني كده ولا مراتك بتقوله من نفسه. ديه سكريبت ومدروس كلمة كلمة ومعمول عليه بروفات كمان. قوم لما تيجي كده تلاقيها كده لابسة الإسدال ولابسة توب الفضيلة وتقول لك أنا مش زعلانة من ماما وقلبي مسامح. خد يا بنت نقول لك يا بنت اللي بتعمليه فيها هيتعمل فيك. واني عايزه نقول لك كلمتين، لما اختي تلبسي توب الفضيله البلبسي حاجه تحته عشان كل حاجه بان. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ لا وكلكم بقى يا غلبان يا حزين الحزاني يا كبد سته تبقى مطفحاه ومطفحه مرايا. ولما تسمع جارتها بتتخانق هي وجوسي تبص تلاقي الشعراوي طلع منه والملائكه كلها حضرت والجناحات بتلف من جنابه وتقول لك واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وانت يا حزينه مش رايحه معاني ولا انت مستنيه اوبر؟ بص بقى الحته اللي جايه دي مهمه
وما فيكمش واحد يقدر يقول لي في الكومنتات أني ستهم ما عشتهاش لما تيجي تقول لك إن صاحبتها الأنتيم عندها مشكلة وإنها عايزك تحليه. أنا مش عايزك ترهق نفسك في التفكير، هي ما بتقولكش كده عشان ذكائك الخاص. كل الحكاية وما فيه إنها عايزة تصريح خروج ومفتوح، لا تقول لها رايحة إمتى ولا جاية الساعة كام، ما هو كله على حس المشكلة. بلك أنت هما اللي بيحددوا معاد المصر ومكانه والخناقات اللي بتحصل فيه. أنا عايزك كده تعمل كده فلاش باك لورا وتسترجع معايا كده الموقف لما كنتوا نازلين البسين وفجأة الخال الراضي حضر وقالت لك عليا النعمة ما أنا نازلاه. أكيد التلفون رن وقته وهات فلاش باك وهتتأكد من كلام سته. جالها أوردر بالخناقة وهي ما تقدرش تفوت لهم اوردر ابدا. اول ما تروحي تقولي لي كلتي ايه، شربتي ايه، اتكلمتوا في ايه، كل حاجه بتفاصيل التفاصيل. وهني بيدبل الموضوع زي ما قال السادات الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه لما قال ساعه الصيف وجب. الف مبروك اكسل انصار، احبك. طب هنقول لك حاجه، بالك انت لو خدت التلفون بتاعك ورحت للورا عطيه على اول السكه الجبليه وقلت له بتقول لك ستهم اكشف لي على التلفون ده، هتلاقي عليه برامج تجسس هم الانتمات هم نفسه ذاتهم اللي حاطينها. والروح بعيد ليه؟ فاكر يا ولا لما قفشتك اول عم نول مع البت عطيات بنت خالتك حسيني الله يرحمها ويحسن اليه عند الساقيه الجبريه اللي ورا دوار العمد، وكنت ماشي من هناك ودنك مدخنه ووشك بيطلع نار، هو انت فاكر ان هي قفشتك كده بتشم على ظهر ايديها يا حزين؟ دي هي اللي جايبه البت وكريها وقالت لها هنجيب لك كارت فكه من ابو 3.5 وخدت البت وعملت عليك الليل، وانت يا حزين مسكت طاجن لهطه وقعدت تلهط فيه يا غلبان يا خاي. وبعدين جايين تقولي لي الحاجين يا ستهم هنعمل لك ايه؟ حد قال لك العب بدلك يا حزين؟ فاكر يا ولا لما دخلت تلفلف وفتحت قلبك زي سرسوب الحنفي للبت داك السنة بتاعت اسم الاكاونت بتاعها حب لله يكفيني؟ حب لله ايه؟ دي ما حصلتش حبها الابليس، ده هي يا حزين اللي كانت عامله اكاونت فيك وداخله تكلمك مني، وجت برضه تعيط زي التلميذ الخايب وتقول الحاجين يا سته، وستهم تعمل لك ايه؟ حد قال لك العب بدالك، اللي بيحرط يحرط في ارضه، انت كنت بتبص جوه عشان تبص بره. شكرا. كفايه كده ولا نقول كمان؟ نقول لك كفايه كده، انت برضك مني وكفاء. وبعدين ستهم ما تفضحش مسلم ربك ستر ابدا، طول عمري سر في بيت هو محروم بس اهو بيت. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. نيجي بقى للنهي وللسؤال المهم، زمانك يا ولا كده هو عمال تقول في سرك انت يا ستهم عماله تجيلي على الجرح تجيلي على الجرح، طب ما تقولي لي نعمل ايه يا علي؟ ده انا قلت لك حريم لا حريم لا، دول نعمل معاهم معاهدة سلام. عارفي اللي عملها السداء، دول لا نقرب منهم ولا نبعد عنهم، دول ندعي عليهم وفي سرنا في احشاء كبدنا من جوه. دعوتين عايزاك تحفظهم، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين. المهم الدعوتين بقى بتحسدتهم، دول مش نازلين الارض ابدا. الهي وانت جاه يجروا ما يجيلوا يحصدوا ما يكيلوا، يجروا ورا الرغيف والرغيف يجري وراه، هو في طيارة وهم في سيارة. بس كده يا ستهم؟ ايوه يا اخويا، ما احنا برضه اكلنا معاهم عيش وملح، مش هنوصيك بقى على اللايك والشير وتدعي ان ربنا يقدرنا ويبعدنا عن اذية الغير. سلام عليكم.